السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محافظة إدلب. قرب الربيع، ربيع 2020، ولساتني عايش ولساتني أنشد لهاي الثورة العظيمة. أنا أبراكان، وأصدقائي يسموني صاحب الصوت الشجن. آخر لحظات شفت أهلي فيهم، كان في أخواتي صغار وأمي، ودعته في التعريفات ما عاد شفته لحد الآن. قالت لي الله يحميك، من بعدها ما عاد شفته. نلتقى فيهم بالجنة إن شاء الله، لأنه ما بعتقد راح رد شوفهم بهاي الدنيا. شو بتسمي جيل هذا الجيل اللي طالع هلا لحد الآن وماشي بقضيته؟ هذا جيل تضحية وجيل ثأر. هذا جيل تضحية وجيل ثأر. كجيل تربى بالحرب وتأنشأ بالحرب، خلاص الموت عادي. أنا طلعت اليوم عم قاتل، عم دافع عن عرضه وعن ديني، فمتت يعني. انا عرفان حيلة شو ميت، فجزائي عند ربي، ما في داعي خاف. هيومن